السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. بعد فاجعة البارحة في ولاية عنابة وبالضبط جبان تيهود، اليوم تم تشييع جنازة الأم سامية وأبنائها الثلاثة بمقبرة بقنطاس ولاية عنابة، وما زالت القضية تحت التحقيق حتى تنكشف الحقيقة يوما ما. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر أهليهم يا رب العالمين. لا تنسى الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد.